قطاع الصحة، أين تعرف الصيدليات في الجزائر ندرة في الأدوية المواجهة للأطفال وكذا مرضى السرطان. وقد صرح كريم مرغمي نائب رئيس الجمعية الوطنية للصيادلة الخواص بأن قائمة الأدوية المفقودة تشمل الموجهة للأطفال، كما تم تسجيل أيضا ندرة في المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب على شكل حقن، بالإضافة إلى ندرة في بعض الأدوية المتعلقة بمعالجة مرضى السرطان، الأمر الذي أكيد سيثير استياء العديد من المرضى الذين هم بحاجة إلى هذه الأدوية. للحديث عن هذه الندرة وكذا أسبابها يلتحق بنا على المباشر الأستاذ مسعود بالعنبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. صباح الخير أستاذ. صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لجميع المواطنين الجزائريين اللي يتابعوا التلفزة. شكرا لك. بداية أستاذ مسعود بالعنبري، يا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى ندرة هذه الأدوية الموجهة لفئة الأطفال وكذا مرضى السرطان؟ والله هذه الوضعية اللي وصلنا لها يعني حاليا، واللي رانا عايشينها يعني منذ عدة سنوات، ربما تعددت الأسباب ولكن النتيجة واحدة، هو تذبذب السوق وملاحظة يعني بصفة رسمية واقعية عن غياب العديد من الأدوية في السوق حاليا. يعني نذكر فقط بأنه في السنوات الماضية كان هناك تعطل في إمضاء برامج الاستيراد، وكذلك أيضا الامتناع عن إمضاء برامج إضافية لبروغرام كومبليمونتير، على خاطر كاين البرنامج العادي السنوي اللي تمضي عليه الوزارة بين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي، والبرنامج التكميلي الذي يشرع في إمضائه بطلب من المخابر نظرا لنفاذ المخزون، وأيضا في السعي لضمان مخزون يعني احتياطي لستوك دو سيكوريتي، حتى القانون يلزم الجميع أن يكون عنده مخزون احتياطي أمن، مخزون أمن على الأقل لثلاثة أشهر. لهذا تلجأ الدولة لإمضاء برامج استيراد تكميلية بروجرام كومبليمون. هذه البرامج التكميلية لم يتم إمضاء عليها منذ ثلاث سنوات، لأول مرة هذه السنة شرعت الوزارة في إمضاء هذه البرامج التكميلية، وحوالي بعد دراسة 60 طالب تم الموافقة في شهر جويلية الماضي، بداية شهر جويلية الماضي، على تقريبا 12 إلى 15 برنامج تكميلي. ولكن مهما يكون يعني الإجراءات التي تتخذ، لما تستقر الذبذبة لمدة طويلة يصعب كثير أننا نعيد الاستقرار لسوق الدواء. يجب طيب أستاذ مسعود بالعنبري، في كثير من ربط هذه الندرة، ندرة هذه الأدوية الموجهة لفئة الأطفال وكذلك مرضى السرطان، إلى مشكل مستوردين، وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى المستوردين. هل هذه الجزئية تعتبر من بين الأسباب التي أدت إلى ندرة هذه الأدوية؟ هي من بين الأسباب نتاع الندرة والذبذبة غياب آلية الملاحظة والتتبع. لما الدولة تمضي على برامج الاستيراد، ما يكونش عندها بعد ذلك ابتداء من تاريخ الإمضاء نظرة حقيقية، يعني كإنفيزيبيليتي على وضع السوق في الميدان، يعني ما قدروش نعرفوا من شرع في الاستيراد ومن لم يشرع في الاستيراد، متى استوردت، هل تم استيراد جميع الأدوية، هل تم استيرادها بالكميات التي وافقت عليها الوزارة، إلى آخره. إذن هذه متابعة المخزون ميدانيا، يعني هذه نقطة أساسية للتحكم في سوق الدواء. يعني ما نقدروش، قال الوزارة أمضت برامج الاستيراد خلاص انتهى المشكل، بالعكس هنا يبدأ التتبع الحقيقي لتحقيق البرنامج في الميدان. هل المتعامل كان عنده فعلا الإمكانيات المادية والتقنية باش يتم الاستيراد نتاع جميع الكميات الموجودة في البرنامج نتاعو في الآجال المنتظرة والمرغوب فيها؟ ونذكر أيضا أنه المشكل نتاع الندرة
ويعني والوفرة ما يتعلقش فقط بالمواد المستوردة ولكن أيضا بالمواد المنتوجة محليا. وكذلك أيضا هناك الآن الكثير يقول باللي في إطار عقلنة فاتورة الاستيراد يتم تحديد الكميات أو الامتناع عن إمضاء على برامج استيراد أدوية غير مصنفة كأساسية. ولكن من صنف هذه الأدوية كأساسية وغير أساسية؟ هل فعلا الحكومة أعطت أوامر بتخفيض في فاتورة الاستيراد؟ وهذا الشيء أيضا يعني يبعث للحيرة، يعني ويطرح العديد من التساؤلات. طيب أستاذ مسعود، الدكتور. أستاذ مسعود بالعنبري، أمام هذه الوضعية فيما يتعلق بتذبذب وندرة في دواء الأطفال، بعض من أدوية الأطفال وكذلك مرضى السرطان، ما هي الآليات الاستعجالية الواجب اتخاذها ضمانا لعلبة دواء لكل هؤلاء المرضى الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الأدوية؟ أولا إذا كانت هذه الأدوية، يعني نعطيك فقط الرقم الرسمي الموافق عليه من طرف جميع الأطراف، سواء نقابة الصيادلة والموزعين والمستوردين وحتى وزارة الصحة، هذه الأدوية المفقودة أو الموضوعة تحت الضغط، يعني غير متوفرة بالكميات اللازمة وبصفة مستمرة، 250 دواء. 250 بإطار دواء 250 دواء، كان بعد التحري من طرف وزارة الصحة تم يعني تأكد أن 59 دواء متوفر بكميات يعني كافية. إذا يعني أنه ما يقرب من 200 دواء غير متوفر أو متوفر بكميات غير لازمة. الشيء اللي ندعو به اليوم هو أنه لازم تكون متابعة ميدانية فعلا للتحقق من وجود أو عدم وجود هذه الأدوية ومكافحة الممارسات. غير مقبول أنه مخبر عالمي في الجزائر يحتم على صيدلي أنه يقتني مثلا 30 مليون دواء بقيمة 30 مليون باش يتحصل على بعض العلب من دواء مفقود وأساسي لمعالجة أدوية أمراض يعني خطيرة. هذا غير مقبول، لازم مكافحة هذه الممارسات. إذا كانت فعلا هذه الكميات نتاع الأدوية غير متوفرة بالكميات يعني اللازمة، فهناك لجوء إلى البيع المقيد أو التحفظ عن الإفراج عن العدد من الأدوية، قصد يعني كتحتيم على الصيدلة أنهم يقتنيوا أدوية مدة صلاحيتها قد تنتهي أو غير لازمة. جزيل الشكر لك أستاذ مسعود بالعنبري رئيس نقابة الصيادلة الخواص على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص هذا الموضوع الصحي.